مخيم محمد، رئيس بيت السبعة بالرئيس. حاليا الوقت الموجود هنا زي ما انت شايف حضرتك، دي اسمه هوبن، دي بياكل من 7 كيلو ل6 كيلو. الجو الحر لازم الحيوان يسبح مرتين، ولازم زي ما انت شايف كده حضرتك هنا تحس ان انت داخل عنبر زي المكيف بالظبط، تحس ان هو غير بره خالص. لما يكون الجو حر شديد هم لهم عرض بره، لما يكون الجو حر شديد زي ما انت دخلت كده حضرتك بالقوام اللي بندخلهم هنا جوه في العنبر هنا، بحيث هنا العنبر رطوبه ياكلوا هنا ويشربوا هنا. الجو شتاء او الجو ساقعه بيطلعوا بره في العرض بتاعهم اللي هو بره، بيشربوا لبن الصبح، كل واحد سوريه لبن الصبح. اللبن دي عباره عن برضو ايه، بتدعم معاه مع اللحمه وبتدي نظافه برضو البطن. مش كله، في 23، في 25، في 7 سنين، في 5 سنين، في 8 سنين، مش كل الاعمار واحد. هو موطنه الاصل افريقي، في العيد تبقى ضغط جامد، اي موسم تبقى في ضغط جامد هنا في الجنينه. بنصحهم ممنوع مثلا ناس ترمي خرز، في ناس بترمي مسدسات، اللي هو البيروسول دي يا ريت يكون يتمنع خالص، واخد بال حضرتك، عشان برضه بيضايق الحيوانات. وفي ناس من حالها كده هي بتمنع الحاجات دي. بالنسبه للسباح كلها خطر، بس الاول والاخير هو ربنا اللي بيستره. عامه الحمد لله لازم أن يكون عندك تركيز كامل في السباح، لا اما ما عندكش تركيز كامل ما تشتغلش فيها، عشان الغلطه بفوره. يعني زي ما انت شايف حضرتك في الطلق القفل دي بنتمم عليه مره واثنين وثلاثه، بيتمم عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، عشان كده هو ربنا بيسترها مع الواحد. Thank you.